for everybody. Hello everyone. Hello all the world. Hello fans for Baba. المهم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم الورد المنثور. صباحكم كل شيء فنان في هالدنيا العودة. عندي موعد ويا ما هل لحيامة. يا ربي ما بحاط فلتر. يا ربي زاد الوجه ما يتشاهد. صبروا. الله يستر عليهم هاللي سووا الفلاتر. والله يبوكم لويوه بلي فلاتر متكلفخ. لويوه متكلفخة. شاب بني آدم ويه تكلفخ عند هالليل. بارحة في الليل كان فنان. اي والله بعد الرقدة تشارك راقد على اليمين ولا على اليسار ولا شرق ولا غرب يأثر على تضاريس الوجه. الأول الويوه ما تعول لو بطيح شرق ولا غرب على ينب ولا مني ما تعول الويوه. حين الويوه جدمت شفت السيارة الجديمة كحكوحة يعني فقير بس فوق عليها أنا أبوه. الحين الويوه هاي عمرها كم 50 و60 سنة زين منها شمس ورطوبة عنبو بدي سيارة يتخشول ويحلى ويتقطع ويتناثر يتذرذر بدي سيارة وهو من حديد عنب ولا دم وشحم ولا بالحم ويليد لازم بيعول فقير كم بيتم دادله. وين ساير في نص النهار حين نص النهار بالنصيفة عدنا صليت وعينت من الله خير ما ندرى بعيرانها تحولوا وبعدها هاي رانا توهم بانين بيت ما شاء الله ذهب في أقل عن سنة تبارك الرحمن الله يبارك لهم لكن ما يدر هل هم تحولوا هل هو هاي بنيان هم بيسكنون فيه ولا استثمار الله أعلم. شكل شرات فلتين متلاصقات ويا بعض أو بيت واحد الله أعلم. والله إن شاء الله يكونون بيسكنون تياور وياهم. إمراد ما هو طارت عماركم ساير أول شيء يجيب خرده مال حق العيد مالات العيد هذا أول ما لقيت الآخر الدنيا بنقي أنا لكن هناك الفرع اللي داخل أبوظبي ومن عقب طارت عماركم بسير عندي جلسة مال حيامة ما تحيمت بالعام ولازم كل 4 شهور تقريبا الحيامة مرة واحدة وأنا أبوي من العام. بالنسبة لهاي اللي تشوفونه هذا لازم كناديري الطرف هذا لازم أحط لي لبسة ينشب علي شيء وانا في السيارة ولا شيء فتقول لازم احكي في السيارة. المهم مو هذا موضوعنا. موضوعنا تحدون البحر دخلت المدينة زي صار عندي شغل يوم ويا عبد الرحمن من ضمن السوالف وانا خاطف تذكرت وين المعشرة وين فندق بعلبك يلا استر بس اسولف ويا العرب واتذكر الوقت اللي خطف يعني من ذكريات الفريج هذاك علما بان المنطقة هاي منطقة ما فيها كثافة سكانية زيادة بس شوي بيوت أجار الفرجان هناك وفريج القبيسات ورميثات وفريج الخورية وفريج البحار وفريج البلوكية وفريج يعني العرب كلها فريج هذا وين مدينة زايد تحيدون الأول البيوت أحمى ساحة مدينة زايد الأصلية اللي هي المساحة ككلها الإطار المربع تقريبا 2 كيلو ب2 كيلو يعني ما ادري كم يستوي 2 كيلو طول و2 كيلو عرض او 3 كيلو 3 كيلو والبيوت كلها دائره داخل البيوت الاول مساحتها بسيطه 20 متر في 20 متر او 15 متر في 15 متر البيوت الشعبيه وضامه وكل بيت منهن مأجرين بعد 3 بيوت خارجيات الاجار وداخل ساكنات 3-4 عوائل كلم من بيت واحد لبو وعياله وحرمه ولده ولا ري البنت من هالقبيل يعني وكانت البيوت ما شاء الله ضامه امه لا اله الا الله عقب عاده يوم استوى التثمين واستوى قصوها ظهرت اللوادم مزره ابو ظبي ومزره وخارج ابو ظبي هبله من مدينه زايد المحاربه فريج الهوامل دار المياه بارهوز الخالديه البطين كل هاللوادي ظهرت عقب حد منها لين اليوم مدينه زايد شيء من البيوت لين اليوم لين باكر مكانهم بيوت قوم صديق الخوري هبه وبيوت بعد البلوكيه بيوت يعني وايد شيء قوم الصايغ شيء قوم الفردان شيء وايد البيوت شيء من رميثات شيء بعد حتى قبيسات لين اليوم لين باكر موجودين في بيوتهم الاولية اللي من 50-60 سنة لين اليوم هدموهن وظهروا في بيوت مؤقته وعدلوا. المهم ما بهذا موضوعنا هذا ناس وايد تذكرت
اللي كانوا موجودين، يعني تحلوا من بعد الخصخصة، حد ظهر من البلاد وحد شرق وحد غرب من الناس اللي عاشت من أول الاتحاد وكانوا موجودين وعاشوا دهر طويل من عقب ما تخصصت الشركة الدوائر، وهذا شيء منهن، حد هاجر وحد صار بلاد وحد صار شرق وحد صار غرب. عدة مسجات يتني وعدة فيديوهات وعدة فويسات عشرات، والله يا ريال واحد منهم يعني ينشق يصيح يوم سمع عن الفريج وسمعوا الناس يعني عن فرجان، هم المنطقة هاي الأولية يعني اللي كانوا عايشين فيها. واحد من الشباب أظني عمري يمكن 30 ولا 27 والله ما أدري بكم عمره، هذا من اللي كانوا موجودين من بعد يعني ما انهدمت البيوت وهذا، لكن تمت البيوت أظني، هم من الناس اللي كانوا ساكنين وهليتهم وهو مولوده يعني من 30 سنة تقريبا. فهذا من اللي لحق على أطراف الوقت الأولي يعني يمكن بال 2000 ولا قبل 2000 بخمس ست سنين ما ادري بقى. المهم طرت لي فيديو وعور قلبي كان تبون الصدق، وبنزلكم اياه مقطع يعني بيني وبينكم مؤثر، انه متولح على البلاد لكن يقول لي ان شاء الله من اخلص دراستي واخلص اموري برد ان شاء الله، وقلت يعني متولح على الدار، بس بحط لكم مقطع ماذا هذا اللي بحطه غيظ من فيض الاف الفيديوهات وآلاف المسجات وآلاف الفويسات يت وآلاف الرسائل. سبحان الله، يوم أقول لكم بوظبي، بوظبي غير بلادنا، إماراتنا غير، إلها نوخة ولها طعم ولها لذة ولها ريحة، ما توجد إلها بنة، بنة ما توجد إلا في إدراتها لها للدار، بنة ما يعرف إلا الإنسان عاشق هاي البلاد، عشاق عشاقك يا إماراتنا الحبيبة، وايدين في كل البلاد. ناهيك عن المسجات اللي تذكر الخير والمعروف وتأسيس قواعد الثراء وقواعد الخير وقواعد العيش السليم والعيش الشريفة، اظهرت من هالدار وبنوها في بلدانهم وين ما كانوا، النشأة كانت في أبوظبي وفي الإمارات، ويوم وصلوا بلادهم الله زاد خيرهم وتباركت بيوتهم وعيالهم، لكن الأساس من وين؟ من هالدار. أخوي خالد جزاك الله خير، الله يحفظك يستر عليك ويرزقك. أخوي أنا كنت في أبوظبي، ولدت في أبوظبي الحمد لله، وقعدت فيها لين ما تخرجت من الثانوية، والله أقولها وكل يضيق، طلعت من أبوظبي في 2012 طلعت درست في ماليزيا، وبعدين رجعت بعدين درست بعدين توكلت الأمريكا، ومن 2014 لين يومك هذا والله ما دخلت الإمارات ولا رجعتها، لكن بإذن الله لها رجع. لكن أنا بقول لك جزاك الله خير أنك صورت لنا أبوظبي، وخصوصا هذه الحارة اللي في الجوازات. أنا درست في مدرسة المتنبي اللي كان جنبك وانت تصور، بيض الله وجهك والله يا أخوي خالد. ياهو شوق وياهو ياهي في القلب غبنة لأبوظبي والإمارات، نحن نبي نرجع نشوفها، خصوصا إن الحين يعني أغلب ربعنا اللي كنا ساكنين في أبوظبي وكنا ساكنين داخل الإمارة طلعوا، اللي في الفلاح واللي في محمد بن زايد واللي في الشامخة واللي في الرياض واللي في الشوامخ واللي في الشهامة واللي في الرحبة واللي في الشليلة واللي في العجبان، ذا يشهد الله أنه شوق كبير، يعني ما عاد حد يصور داخل الإمارة، وإن كان يصور داخل الكافيات. فالله يجبر خاطرك، والله أني دعيت لك، إن شاء الله أني يتقبل خصوصا في هذه الأيام الطيبة، وكثر من سناباتك الجميلة هذه، والله يستر لي ويحفظ لي إياك يا عم خالد. والله كنا نروح أبوظبي، خصوصا مدينة زايد، المنطقة اللي أنت فيها مدينة زايد تجارية، خياطين يعني نفصل دشاديشنا ونفصل كناديرنا من هناك، نشتري غترنا، ساعاتنا، نعولنا، وانت بكرامة يعني سبحان الله. هذه المنطقة كان بالتحديد عند البريد، عند بريد أبوظبي اللي كنا نروح نشتري
تشتري منها الأغراض، لكن لو قطعت الشارع باتجاه المتنبي باتجاه المدرسة هذه، كانوا قالوا لي إنهم غيروا المدرسة، سووا مدرسة بس اسمها شيء ثاني والله نسيت، لكن الله يسعدك ورجعت لنا الذكرى الطيبة والله. وآخر شيء بقوله الله يحفظ الإمارات وشيوخها وحكامها، ويجعلها دائما زاهية ومزدهرة إن شاء الله بأهلها وبالضبط أهلها، ناس طيبين والله العظيم، ناس يعني من جمال أخلاقهم يعني مع الأسف والله أنا سافرت ورحت بلدان كثير، يعني رحت ماليزيا، رحت أمريكا، رحت ألمانيا، رحت بعض الدول الثانية هذه، والله العظيم والله واللي وربي يشهد على كلامي إني ما قد شفت في أحد بنفس طيبة أهل أبو ظبي وأهل المدينة المنورة في السعودية، فالله يحفظهم والله يحفظ حكامها والله كيف حالك؟ هلا ابو محمد يا رجال، لو دريت اني بشوفك بس سفره وعقال. انا والله اللي يعتبر حظي يا رجال. المهم حتى ما عندهم ما تلاقوا ابو حسين، حسين طالت اعماركم انا تلاقوا ويا من بعيد لبعيد سلام عليكم، ما تدري حتى سولفت وياه ما اعرفه يعني كصدى لانه كل سنين عيالي. المهم تلاقيت وياه تعرفنا على بعض يمكن اظل من شهرين او ثلاثه او سنه تقريبا. المهم طلع رياضيين وفنان ما بكل شيء تسمحون يكون صح، وبعدين قالوا لي والله يعني شرق وغرب مش معقول يعني هذا الحين هالرجال هالفنان. لا والله انك فنان والله انك فنان وراهي مواقف. المهم لا خلينا من الله يطول عمرك، سلم على اهلك يا ابو حمدان، والحين يران عاد ويا يدود ويا اهالي تعرف ويا اهلنا وعمامنا. بعدني انا ما نولدت على الدنيا هو يعرفكم. الله يحفظك. ما بأول يوم ولا ثاني يوم، ثالث يوم العيد دبي فيستيفال سيتي، صوت الإمارات عيض المنهالي والناف، والله من اليار والنعم. أغلب اللي يدورون الحجز ما حقوا الكود مال اللي بسمي أنا، اللي بيحجز عن طريقي شيء كود من الدخل، الكود على طول تحصل الخصم، والحمد لله العينة الحمد لله أنا ما طاع يقبض الحجز من قبل، اللي ما طاع يقبض لا الحين بنحط لكم فيديو يبين لكم طريقة الحجز، حبلة عيضة طريقة الحجز، من تحط الكود على طول بتحصل الخصم اللي خاص في أبو محمد إن شاء الله بيوز لكم حفل عيضة، حفل مميز هو بكبره مميز تبارك الرحمن، وما يحضرون ولا يعيبون في غناه في القصيد اللي يتغنى فيه إلا الناس المميزين. والحين روحي في هواك تولع، تسهر وجافها لذيذ نعاس يا نور الشمس. طريقة بسيطة وسهلة على ما شفتوا في الفيديو، وإن شاء الله أني بحضر بكون أحد الموجودين أنا والجماعة إن شاء الله الشباب ربعي، فبتكون إن شاء الله سهرة جميلة وبنشارك الجماعة الفرحة، فرحة أيام العيد هالأيام المبروكة إن شاء الله، واللي ما شفته من مليون سنة بتلقطه هناك، عادة حفلات عيضة اللي مضيعتن هم هناك بتلقطه، الدورة هم هناك بتلقطه في حفلة عيضة، هذا ما شاء الله اللي يجمع العرب كلها، الله يحفظ بطننا، فإن شاء الله بتكون أغاني مميزة وفي مفاجآت جميلة بعد إن شاء الله. وطناف مقل زيادة عن اللزوم في الحفلات، فالحمد لله الناس كلها تريى الحفلة، فلذلك أنا حطيت المرة الأولى وإحنا هالمرة الثانية طريقة الحجز كيف حفلات عيضة تجمع العرب كلها والناس كلها تحب قصيدة اللي تغناها بعيضة، والناس يعني
متولها على الطرب الأصيل. فصوت الإمارات إن شاء الله بتستمتعون وياه ثالث العيد. وين وين شو أخبار؟ How are you? Fine, thank you. Where I'm going? العين صح؟ إيه إن شاء الله. إن شاء الله اليوم فطورنا إحنا داخل وين؟ العين. اليوم. نعم. أمس نروح علينا نتزفوا. ما شاء الله يجي فريش. إيه. اليوم ما يجي بصراحة. إن شاء الله. اليوم بيروح العين. Thank you. شو مشكلة صراحة زواج قرقر ليش؟ سلام ما أدري ليش زعلان. مشكلة. بس شوية يوم إن شاء الله خلص رمضان بعدين. ها الربع وين؟ مرحب. وين؟ صوب العين. صوب دار الخل. صوب دار الخل نويت السفر. إيه إيه بيد المغرب وأنت صوب دار الخل نويت السفر. استغفر الله صايمين 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 صايمين. شو الأخبار؟ الحمد لله طيب حالك يا رب. أخبار طيبة. طيب كان ودنا اليوم نسوي رياضة في هذا الجو الجميل. إي والله سبحان الله ما لنا نصيب. ولكن تغير الجدول. إي والله. الأمطار يا جدول. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير إن شاء الله. ما شاء الله. أول تباشير في فاق. أول تباشير في فاق. ما شاء الله تبارك الرحمن. أقول لك تلبس من الصبح تلبس وكل ما أقول والله تحرام مصحف في ديتين. 24 ساعة تليفون في ديت. والله بين حق كثم يا ريتن على ايه؟ على التليفون ترى يا سأسم وهذا الأمور لا ما شو؟ يا سرم بالجماعة منو؟ جاقين لي اللي هم؟ اللي هم خبري خبرك اللي بالي بالك الله لا طالع جامع لا طالع شيء الله يا سلام حرف حركة هاي؟ طوال بعد ورا مصر وعشان حركة الأمطار يا تنكب يقولون مغدره العين يقولون مغدره العين ما شاء الله أمطار يقولون فيها الله يعطينا ويعطيهم إن شاء الله يعطي كل مسلم وكان أبوينا في كل الأحوال سايرين جدا العين سايرين جدا العين سايرين جدا روتانا بنفطر إن شاء الله في البيت وخلاص بنسير روتانا الياهلي بنسير روتانا الياهلي طارت عماركم معرض مميز عائلي رقم واحد في تجهيزات العيد وهالأيام المبروكة وكل شيء مكود عندهم محمد الله يحفظها سيدة عمان معروفة يشار لها بالبنان في معارضها المميزة اليوم يقولون المكان هذا للعائلات او المطعم هذا خاص للعائلات او النادي هذا خاص للعائلات او الطيارة هاي مخصصينها الرحلة هذه فقط للعائلات يعني شو رجال ويا بناته رجال ويا حرمته رجال ويا خواته رجال ويا امه ويا عماته ويا خالاته هذا يطرون العائلي ما يطرون رجالي ينقز روحه يهز شتوفة بين الحريم لا الرجال المكان العائلي يدخل الرجال ويا حرمته ويا بناته ويا عييله ويا هذا اللي ويا مدن العائلي ما ينقز روحه لا هذا قاله مكان مال عوائل يجي الرجال ويا حرمته ويا امه ويا بناته هذا مقصود في العائله وانتو عاده ابصر بعمالكم يعني اللي بي روحه لي لانه ما بيتدخل معرض الكادي ام احمد معرضها تكون شامل حتى للعقارات يكون بوث موجود في اول ما تدخل المعرض معرض عائلي مميز كل ما تحتاجه الاسره موجود عليه يناسب اسعاره يناسب جميع شرائح المجتمع كل التاجرات اللي موجودات التجار اللي موجودين في المعارض حاليا بالاخص المعرض اللي احنا سالين لليوم العين كلهم مسوين خصومات مسوين اوفرات بمناسبة العيد ما حد جايب بضاعة ويرد بها بيته وبلاده اللي جاي من الفجير واللي جاي من قطر اللي من السعودية اللي من ابوظبي كل واللي من العين كل ابوي التاجرات ما بيايبات شيء بيرد بوياهن كل بيخلص فلذلك مسوي لكم بيع اللص مخلص وهذه مناسبة جميلة اللي يجيب امك يجيب خواتك يجيب خالاتك يجيب بنياتك تعال تفرج فرجك ما
اشترى الحمد لله الاسعار زينه وناس قابله معاشات. فشوفي عيشوا اخوات بريج من اخير ما يكون ادخل حساب قوم سالم الشعيبي وضيفهم واكتب واشترك. رمضان هذا ما شاء الله كم لقط ما خلى حد تبارك الرحمن ما شاء الله. معلوم ان لك الموت حق لك اللي يصير قبلك في غمضه وايد 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 فوق عن القاعده فوق عن اللازم ما شاء الله. من تلايا شعبان ورمضان ما خلى حد لا اله الا الله ما شاء الله في دبي والعين وظبي ابدا ما شاء الله كل يوم اربع وخمس وست وسبع جنايز. هي والله الله يرحمهم ان شاء الله قبلهم ان شاء الله ويا الشهداء والصديقين. اي والله الايام مبروك لك حتى لو مبروك اي غمضك لا تبي اللي يصير قبلك. الله يرحمك. اي والله الله يرحم برحمته ويرحمنا يا ابوك برحمته. اي والله غميضه والله تولهنا على ربعنا وصدنا على ساره من زمان. انا ما بسير لهم تولت عليه كل بدتك روح تتولى تتولح على الارواح. ما معناته اني انا اسير لهم لا والله يا ابوي هم ساره بايب لك الخلاف عاده. أبا الحينة الحينة لا ما في يسير لها. هي والله كل يوم بعد حلمان حياة أبوي تخبرت واحد من رب أقول حلمان أبوي فاتح يديه يبين علي قال أبوك متولى عليك لا يتولى علي ولا عنده خبر لا يتولى علي بإيد الشر. سقط والله يومين تبي ترى وهذه الحلم وأن أبوك تولى قلت لا يتولى علي ولا والله اني مت من الروح هاك اليوم. استغفر الله العظيم توب اليك لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله جيب هذه هي قال والله متولح عليك صدقت اني هي ما يبى اصدقها قال متولح عليك حش علي يلاقيك لا يلاقيني لا ابوي لا تلاقيني وعندك خبر حش علي. مشكورين يا شباب مشكورين حبيبي شو ما شاء الله ما شاء الله هالعيالنا أكلهم أبوي تبع متطوعين ما شاء الله هناك على كل الأربعة الشاير كلهم كملهم من النجر ما شاء الله بار وصار كلهم يدورون ما حد أبوي ما بي ما يدور النجر يضرون لي حال الصغار هالموضوع ما شاء الله تبارك الرحمن الله ياجرهم يا رب ميزان حسنات كل إنسان يسوي خير. أبو محمد هذا بديتنا. وقت الإفطار لازم تكون هاي كلها مشاركات من شرطة وظبي. هي توقف معالي روسهم ويا المتطوعين ترتب عند الاربع عشاير متى يخطفون متى يردون عن الاشاره متى يقطعون الشارع شو يشلون كم الوزن اللي يشلون كل واحد كم يشل هذا كله ترتيب من شرطه وظبي. يا الله يا رب انك تحافظ كل انسان يسوي خير. هذا سيرنا تونا واصلين وسيده بصور لكم شيرت الصبار. صبار ابو شوك؟ ايه كل ابو شوك. في جزار عندنا محل انها بهالطريقة هذه سيارة ولدي محمد رحمه الله عليه الله يغفر له ما هانت على محمد تعقها قاعدة تبغى نخليها هني في البيت لكن اظني باله تمثيت التواير وانت تمثيت جنهن تعمل له هيكل لا مكينة ولا قير حطيناها في شير صبار شير صبار بأشكاله عدة أنواع يعني زرعناه وبدأت فيها النمونة جميل شكله. الله أكبر وعظا يلا خلف على بنارمس صلاة ما صلينا للحين أدن علينا ونحمر في ويها دوار زاخر
يا مرحبا بالرب. يا مرحبتين. نورت العين وضواحيها. والله منور بأهلها. يا مرحبا. ولدتها نور. أشكر فنك. هي الربع هذا الأجر على الله. الحمد لله فطرنا. إيه. خلصنا. وجايب لنا وش؟ فنجان قهوة. هذا والقهوة هيدلم لك من برا. الله أحس راسي مرة دار تيسوها. اللي هو أنت. مرة لازم أشرب قهوة. زيش علي. لازم. ماكو وين فطرنا تونا. بالميلس. وهي لسه وحب انت فانيال وها انا وشقيقي الاصغر صلاح صلاح الخالدي تقول المباوي لوحة موسى الحليان هذه لوحة من ابداعات موسى الفنان المحشرات في الدنيا العودة موسى الحليان وهذه الثانية بلات هاي طالت اعماركم من عند عيسى عبد الجليل اعمارهن 10 سنين 10 سنين اعمارهن هل تشوفونهن تحرونهن توهم ميوبات عاشن في بيت ابو ظبي اظني 4 سنين إيه؟ 4 6 وحين من سد هي 8 سنين عاشن بيت ابو ظبي وسنتين الحين في العين تخيلوا شوي تزلق الاطراف هنا شويونه ثم بهاينات علي فنانات وزينات وما شي شرات ولا الناس حاطين في بالهم شيء واحد وهبلنا الناس كلنا الميلس لازم طقم واحد ما شيء غيره ما يحط لون ثاني نخلي الطقم ما تخلفه تحط طقم ثاني واحد وحين الوادم ويها كلها يحطون رنق ورنقين وثلاثة في ميلس واحد وقاعد يزيل وفنان وشكله ما شيء شراته الله يغفر لك يا حياة زايد يا الله يا رب تغفر زايد تغمد روح الجنة يا ربي يو عبدو يلا من ما خلص مخلص من هالباجين ما تروح شوية ليش ما بوايد شوية لا أكل ليش طايح لك أنت بماله ما ورا والي تروح أنت شو الصورة ما زينها بعد هي والله موسى الحليان هاي بعد صورة بعد مقير نسيت عاد حرمة مية راسمتنها هذا توقيعها يا ربي معقد أنا أبو مهر حكومة هذا مهر حكومة وايد معقد هذا صلاح هاي صورتي أنا وعبد الرحمن سمتلك الشيخية سمتلك الشيخية وهاي كشختي أنا أبو محمد شو لابس أنت جوتي وانا لابس نعال اي نعال لابس ما هانت عليها نعال العيد راح لبست لون واليوم لون ما بتريعنا بول ايامي كلها عياد الحمد لله لبس فنانة هبا شوتي من اللي دات توهن طايحات لهنا اسم بعد هاي ما عرفها اي والله جميلات غير منه المهم طال عمرك يا عبد الجليل بن طه بن عبد الجليل وهذا انا ابو محمد يقولون في شعبان ورمضان تتساقط الأرواح تتساقط الأرواح سبتي تكثر الوفيات تكثر الوفيات من الله سبحانه وتعالى أناس وفرح وسرور وين عاد هذا كله دامك في العين دامك في العين تيك أبوي الغبطة والسرور والفرح والأناس رضيت ولا ما رضيت لو بحياتك كلها أنت كئيب من توصل العين لازم تيك السعادة ولا خاص عادة في وين في الياهل في نص البلاد في نص البلاد عندها المنظر الجميل الحين نحن طلعت عمارك وصلنا هالموقع المميز في روتانا ما روما صور هناك يعني يدابن ما شاء الله عليهم توها العرب توهم خاصة صلاة ما شاء الله ها وهذا طلعت عمارك من الحدث إن شاء الله برعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد الطحمون محمد الوقت الماسي للساعات سلطان بن محمد وسيف بن محمد هذا سيف سيف كيف حالك وما كيف حالك كيف انت شو ماركتكم احنا طبعا الوقت الماسي للساعات طبعا جميع الساعات عندنا مضمونه لون ماي بكين ومتسلكين شو ماكينتها هي سويسريه هي نعم سويسريه
البدي والمكينة. اي نعم. كم سنة لها عندكم؟ تقريبا احنا من 2008 بادين. ما شاء الله. ايه. جماعة موجودين في اول ما تدخل، اول ما تدخل من المعرض، اول بوث، لا ثاني بوث، هذا مكانهم. وبنحط لكم عنوانهم، كل شيء مميز عن كل اغراض بغاوي. قالت اعماركم براند اسمد هبه. شو عندكم الله يسلمك؟ عندنا الوايه. نعم. عرفنا اكثر شيء بالخامات الاندونيسيه والكوريه. اشتغلنا كله على الخام الاندونيسي والكوري، كله قصات في واسع بحريري، مع تغيير وحاطين شويه تغييرات خاصه فينا. ومدخلين بعض الدرسات. عندهم درسات وعبي. وعندنا برشات عبايه وصابين. ان شاء الله هذا كله عندهم. الفاتو هذا طالت اعماركم بعد براند عند الجماعه. شو عندكم؟ يا اهلا وسهلا فيك، نورتنا. نحن بشكل مختصر شركتنا عباره عن شركه عطور براندات عالميين. نعم. نسوي نفس ريحه العطر الاصلي بثلاث اختلافات فقط. مثلا الاختلاف الاول شكل الغرش، والثاني نسبه التركيز تكون ضعف لضعفين، اما الثالث اللي هو الاهم اي عطر 50 درهم فقط. شوف انت يعني شوف هذول اي عطر بدك اياه من هون. نعم. اي عطر يعني انت اخترتها. هي. موجود نفسه. وين؟ بس باختلاف الغش 50 درهم وثبات اعلى من العطر الاورجنال 100%. شفت كيف؟ انا اروح اللي اخترته قلت روحني هذا. طب بدل ما تروح تشتري ب 1000 موجود ب 50. اي والله ريحته ابدا. هو شو اسمك انت؟ احمد معك. شكرا يا احمد. وين كرتكم؟ هاي الكرت. هذا ابوي براند اسمه حلويات مذاق الامراء. الشكل شيك، الطعم الله اعلم به، لكن اكيد دام المنظر بهالطريقه اكيد انه مش شيك جميل. اولا بيخليه جميل شو اسمه؟ مذاق الامراء. شو عندكم؟ زين نحن اول شيء مختصين في حلويات الفرنسيه. اها. وعندنا حلويات الجزائريه والتونسيه نفس ما تشوفوا هذه. وعندنا طبعا السيجنتشر عندنا الرنجينه باللوز. نعم. بالفستق بالناريل. بالناريل. ايه. زين وعندنا كوكيز انواع واشكال اشياء. المهم جميلة. عندهم اشياء وايد، بنحط لكم عنوانهم وتعالوا وتفرجوا. اول ما تدخل من الباب الرئيسي سيدح على كريمي. اول ما تدخل بتشوف ابوي هالرجال وعنده الامور هذه كلها. راعية المعرض طالت عماركم أم أحمد. هذا البوث وهذا البراند يخصها هي. أم أحمد كيف حالك؟ كيف أنتي؟ شو براندك هذا؟ عبارة عن شو؟ هذا براند العطور كلها خلطاتنا نحن. هاي خلطاتنا يا غير التعبئة بس فقط في المصانع. نعم. وأنا بروحك إياها يا أبو محمد، أنت راعي ذوق وبتعرف النصلي من النقلي. هذا شو؟ هاي المخمرية العربية الأولية المدفونة بالزعفران والعود. هب بالمشكلة يسوونها الحين. ها روحها شوفها. وعندك هذا البودي لوشن السيوفي. أول ما تدخلون المعرض على إيدك اليسار بتدخل بتشوف بوث طويل عريض. تعال حبيب تعال ياك. ما حتى انت ليه بتبيع؟ العرب تشوفه قلت هي ليه بتبيع الريال. هذا ابوي اللي موجود في نص البوث واللي يبيع، لان ام احمد عندها ضيوف وهذا ما بتروم تودرهم، فبيكون هذا ما شاء الله الريال الطويل العريض غضن فرع عيني عليه باده جاهز في كل الامور. جاهز ولا ملا شيء عرض ولا؟ نعم حق ابو محمد خاص، اي حد يطلب من طرف ابو محمد. ايه. عطورات تبعد عندهم عطورات عربيه وعندهم الاشياء الباقي كلها. شوف هذا ابو محمد، هذا بودي لوشن حق الجسم، امسحه من جسمك وخله شوفه خلاص سيوفي هذا. المهم بنحط لكم كارتهم وعلومهم كلها. شو اسمك انت؟ محمود. بعد محمود؟ شكلك ما يقول محمود. يلا محمد كملت في عالم المعارض؟ انا صار لي الحين اكثر من 28. ما شاء الله عليك. في المعارض من 28 وقبل المعارض عندنا اعمالنا الثانيه. ما شاء الله عليك. يقولون اتجهتي الى العقارات.
عندنا شيء ذهب مكان اليوم اي نعم. العقارات شوف العقارات هذا السوق اللي ما يفنى شرى ما يقولون ما ينتهي فخلك في العقار انت امورك سالمه بي لوفت بوتيك شو عندكم عندنا عبايات حق مناسبات عندنا عبايات يوميه عبايات يوميه ردي راويني هاي لو سمحتي هاي هذه عباية يومية تفصيل جاهز ما شاء الله أشكال متنوعة وخصوصا بارك الله فيك شو اسمه مكانكم؟ بي لوفت بوتيك موقعنا بالضبط في القوع وحاليا موجودين في معرض الكادينة أوكي نفس البوث عندهم طالة أعماركم عطورات وعندهم عود وعندهم مرتشات بعد خاصة لهم عودهم طالة أعماركم في قريطيسات موزن معدل ومحطوط أبو محمد هاي اليد المساعدة للضيافة صراحة ضيافتنا ما تكتمل لبهم بياض وي شوف طاقم ما شاء الله كامل نيم نور انتي نادية نالفا مايلين انتي ادم جولينا يور نيم ادمي ادمي ما شاء الله عليك ويني ما شاء هاي ابوي مسؤوله هاي شيخة الدم شو اسمك انتي بشرى ما شاء الله عليك يا بشرى كم من سنه قبض الاداره هاي تقريبا زوج في احترامي هاي وجه في مقام يا ربي حيستيني يلا شو اسمك قلتي لي ما شاء الله عليك يا ادمي ثانك يو هريس الحاره شو عندكم هاي عصيدة وهاي مرقوقة لا مكبوس دقايق مكبوس دقايق وهذا ده مكبوس لحم وهذا ده الهريس طبعا تراس هاي فراس تراس وهذا طلعت عماركم عنوانهم موقعهم للطلب وعلى ما تشوفون مستعدين للحفلات ومستعدين وهذا بعد عندهم ان شاء الله شكرا هذا ثمرة ويناكم هذا المعرض بلاد مكبرة ما في شيء في الدنيا ما بموجود معرض اجتهاد من بناتنا الله يبارك فيهم كل شيء موجود فيه موجود من اليوم لين تاريخ 19 يوميا من عقب التراويح لين عقب نص الليل كل شيء موجود عندهم فاللي يبى شيء يجي لا يتريق بعد يواحيكم ليلة همس كولكشن عندهم طالة أعماركم درسات وعبي العبي عاد شيء منهن شوفوا انتو طارين تشوفون الشيء العبي ما تلبصوص هاي لا هاي النقدة ما ممكن وحدة تشافت شيء عباء نقدة الشيء النقدة هي الشيء البفصوص وعبي بفصوص هي مثل هاي لكن نقدة ما تشد وعندهم بجميع الأشكال هذا من طرف العبي لليومي وللمناسبات عندها درسات وعندها فساتين بعد من غير وشيء للاستعمال اليومي وشيء للمناسبات نحط لكم عنوانهم وكل صليج كل حق العيد لا تقولوا ما قلنا لكم اكل ليموني والفيروزي كله موجود شوف المكان المعرض دور ما دار كل العروض هذه اشتري بقيمه 200 درهم وحصل على قلاده قيمه 180 شو عندكم بوي عندنا حاليا عطورات بس عندنا اكثر من هالانواع عندنا انواع البخور بعد لكن نحن اخترنا هالكولكشن حق العيد عشان الواحد يومي ياخذ يكون مركز يكون مركز يعني ما بغيتوا تكودون اشياء وايد عندنا جميع الانواع اذا تبغى فرنسي عربي فرنسي وعربي مكس متوفر عندنا كل شيء لكن اذا بتسالوني عن البست سيلر الاكثر مبيعا هذا اللونه اللي مغطي على كل العطور ليش انه قوي العطر وايد قوي ريحته وايد قويه فواحه وتشل المكان رشتين خلاص وانت بخير باعه شاء الله انا اسميه هذا عطر العيد هو يسميه عطر العيد وهذا نحن حطينا لكم كرت منصه اف 3 هاي مجموعه بنات ما شاء الله عقاريات من بناتنا حبات ريح كنت صورت لهم كذا اعلان من قبل
شو توجهكم؟ توجهنا ان نساعد الناس. الكل يقدر اليوم يستثمر في العقارات. اي حد اليوم عنده 50,000 حدا فتحنا حق الريايل. نعم. لان في حريم يقولون نبى العائله كلها ويانا في نفس العقار. زين. فاي شخص عنده 50,000 درهم اليوم يقدر يستثمر في العقارات. زين. والفكره والطريقه عندكم انتم؟ بالضبط، يتواصلون ويانا وفعلهم طيب. مالك ما يخيب، شكرا جزيلا. طالت اعماركم براند من دار السلاطين جاي لكم، من دار السلاطين جاي لمدينه العين. تفضل، شو عندكم بنتي؟ بضاعتكم من وين؟ من تركيا. ما شاء الله، بضاعه تركيه وموجوده في العين وذوق عماني. عبارة عن درس مع عباطة صح؟ شو اسم البراند مالكم؟ Love Your Style. Love Your Style. طالت عماركم عند هنبوط طويل عريض. شو عندكم اللي تو ترويتيني؟ هذا شو؟ هاي استكراب الصابونية حق التفتيح. وعندهم كحالة ثمن. أيوة. وهذا شو؟ هذا المون لايت، هذا رقم التليفون. ايه. هذا رقم تليفونهم المون لايت. من أول ما تدخل المدخل الرئيسي عليك اليمين يافطة العودة، هذه مكتوب عليها عود مياسة. شباب ما شاء الله عليهم شطار فنانين وعندهم براندهم روحهم خاص فيهم. العود بأشكاله وأنواعه وكميات كبيرة. المور الملكي. هذا المور الملكي وعندهم أنواع وأشكال كثيرة وعديدة ما بتروم تصورها حتى لو في شهر. البوكسات هاي شو فيهن؟ هذه البوكسات حق الهوم دليفري سويناها، بس حطيناها هنا حق الديسبلاي، يعني هاي توصلك لين البيت تختار اللي تبغاه. وهذا شو؟ هذه الأدهان غير متداولة عندنا في الإمارات. نعم. السيو في الكلاكاسي القديم هذا ما أجيب. نعم. أجيب روايح جديدة مش متداولة عندنا. زي حليت سمها ما تسمها في أي مكان إن شاء الله. ما شبسك، عطونا رقمكم واللي لخاطر ترى بي. عندهم مجموعة كبيرة شباب هابي الريح اللي يحفظهم، وهذا البزنس كارت مالهم. الله يوفقنا ويوفقهم. بوتيك غاية عندهم طالة أعماركم درسات اقطع كلها صليج للعيد. أي شيء يشوفون في صليج عرفون للعيد. وهذا عندها يمين العطورات، عندهم بعد هذه الاستعمالات اليومية، منها الليموني شيء منها عدة ألوان أبيض وبيج للاستعمال اليومي. البيضة ولا غاوية يشوفها جميلة. نحط لكم كرتون. البراند هذا اسمه خجل للعطور. خجل، خجل للعطور. عطوركم عبارة عن شو؟ احنا شركة كويتية جينا ان شاء الله السوق الإماراتية. عطورنا عبارة عن عطور احنا مستوعبينها، وعندنا مرشات وعندنا بعد البخور. العطور عندنا تقريبا 14 نوع، من الفرنسي ومن العربي، والحمد لله ثابتة ثبات 24 ساعة تتبقى. ونكهتنا خاصة يعني غير أبو. هذا براند جايكم من الكويت، تعالوا طمشوا، ما بنوع ولا نوعين، بنروح لكم اياه. وايد الانواع اللي عندهم بنحط لكم عنوانهم وتعالوا وتلاحقوا. عندكم اليوم لين تاريخ 19، موجودين لين عقب نص الليل. حد من الكويت، حد من الامارات، حد من شرق وحد من غرب، كل اللي مهلياين طالت اعماركم هايين عاشقين لوظايفهم لهوايتهم، ها كلهم هم حابين يعني. هل بالعطورات ما سووا عطورات اشتروا وباعوا؟ لا، هم روحهم يصنعون. هذا هل بالاكل، هذا المشروع اللي توصفتكم اياه اللي هو هريس الحاره، كل هالمشاريع اللي تشوفونها هاي اجتهادات شخصيه من سيدات امهات عيال ربات بيوت، اجتهدن الاول بيوت ريالهن وخلاف ابوي ما شاء الله الله فتح عليهن وفتحن هالمشاريع الفنانه. وهناك العديد من الاشياء، شيء يعرف وشيء ما يعرف. وهذا هريسم وهذا اسمهم، هاي المره الثانيه نصورهم. هذا مشروع عائلي، مشروع عائلي الاخت واخوها مسوين طالة اعماركم مشروع
ورود وكوفي في نفس المكان. What is the name for your coffee shop? Name is Typing Coffee Shop. And at the same time, have flower shop Abajura. Abajura هي الورد ولا with the coffee? Typing Coffee Shop. Typing Coffee Shop. Coffee Shop. Located at Zagreb. الحص وروبي مشروع عائلي خوات هنتين. هذا القسم شو؟ عبي مخاوير. هذه الحص عندها عبي ومخاوير روحها. هذه مخاويرها. هذا قسم كله عبي. Where the your car? برونزي ديزاين. شو عندكم؟ جاهز. بس جاهز. كله جاهزة. كل درساتكم أسعارهم من إلى تقريبي من 600 إلى 900. وهذا الكرت مالهم. أنتم أشي وايدة يعني على فكرة. البراند إماراتي عيناوي بالذات. اسمه عطور الدماني. شو عندكم؟ عندي العطر الملكي هذا البست سيلر. نعم. وبعد؟ وعندي هالعطور وعندي هالعود. عندها عود وعطور واسم براندها الدماني. الدماني يا خالد الخالد الدماني. وهذا طالت عماركم. البراند شي أساور. ما بالله أساور. شي أساور. براند جميل وفنان. ها. فخم وجميل ودقيقة خدمتهم. وايد حلوة. مش بسيطة. وايد حلوة. عندهم ختم. وعندهم مثل ما تشوفون مراري وعقود. شغاب ختم. سليسلات. شيء بعد مكس قماش شوية الماس. كله أشياءهم جميلة. بعد حتى هناك. حتى ذهب عربي بعد عندهم. ارتكالي في الذهب العربي. ها كل تصميم بناتنا الله يحفظها. وشي هني اشياء طليبات صغار. اتش جي بيرفيوم. صدكم الا اسمه اتش جي بيرفيوم. جميل. براند فخم. موقع مميز في الواجهة. ما أخذ الصدارة في الترتيب. بالنسبة لي أنا ما أخذ الصدارة أشوفه. مكان مميز وجميل. شو عندكم؟ عندهم طالت أعماركم عطور والدخول. شي بوكسات للهدايا. وهذا شو أسعارهم كلها مناسبة. سوين عروض. عروض العيد. هي عروض العيد عبارة عن شو؟ عندك هالبوكسات ثلاث عطور ب150 ما شاء الله. هذه اكثر طلب هذا. والروايح كلها فرنسيه وثابته ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفقكم ان شاء الله يا بنتي. هذا طالت عماركم قسم خاص للضيافه من اول لين اخر. هنا هذا معرض الكادي. ام احمد ما شاء الله عليها الوافي مسوي هالمكان كامل لضيافه اللواد والعرب ليوم. هذا من البوثات مش الكبير العادي ضخمة. عندهم العديد من الأشياء. شيء ثيبان. البنت مع أمها مع يدتها كلهن يلبسن نفس التوب. يعني طقم. عندهم درسات وعندهم ثيبان وعندهم فساتين للبنات. أشياءهم جميلة ومميزة. الحاضر منكم علم الغايب. وناهيك عن الميزع. هذا الميزع على تكاليف الميزع. توقع شرات الميزع وهو ما بميزع. يعني شبيه الميزع توقع. أشياءهم جميلة وحلوة. عندهم شيء عنابي وشيء
قرمزي شيء. الله يا الخضر، الخضر سماوي أشياء وايد عندهم. وهذا طالت أعماركم كرتم، أنصح بزيارتهم من اللي عيبني، من اللي بقى اللي عيبتني، من معاي هاي البوتات اللي يازت لي. حانة فاشن عندهم طالع، شو عندكم الله يسلمك؟ عندنا مغربي هي دريسات، هي عندهم مغربي. جاكيت شوف المغربي اللي عندهم، المغربي هذا كله جديد. ايوه كله قايلين لكم الجديد حب شديد، وعندها المغرب وهذا كله جاهز. ايوه هذا فري سايز لو شو؟ لا في سايزات، شيء سايزات. ايوه شوف عندنا، رابني البيضه هذه، البيضه جري هي هي. الله 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 الله، يا سلام الدرع يا بوش، رقم واحد رقم واحد. وهاي العشبية الخضراء الجتية هي، يا سلام يا سلام يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أي الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا كله جاهز أبوي عندهم، هذا يا الله 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 والتفصيل بعد العيد. وحين هذا زاهب، هذا اللي تشوفونه هذا ما بميوب من برا ولا بمنقاي من مشاريع خارجية، هذا شغل بناتنا، بنات الدار، اجتهاد بناتنا الله يحفظهن، شيء في منتهى الروعة. الحاضر منكم يعلم القايد، فن كولكشن هو فن، اللي عنده رمز صغير هاي يدور لدار. طبعا الميك اب ارتست مشاركه في معرض الكادي، عندنا نستقبل حجوزات عقب العيد للجروبات والعرايس في العين وكل الامارات. ما شاء الله عليكم، كم سنه لك فيها؟ 6 سنين. ما شاء الله عليك، شغلها مميز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سبا القحطاني. سبا القحطاني. سبا اسمك سبا؟ اي اسمي سبا. ما شاء الله اسمك غريب. اكيد الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسعدك. هذا تجارة عامة. أم أحمد تجارة عامة، شو يعني شو حاطين فيه؟ هم محل تجارة، عندهم الصوابين المستوردة، عندهم المخاوير اللي هم يطغونها روحهم بالكروشيه هذه لها، نعم، وعندهم المخاوير المخصصة هم هنا، وعندهم من الدخول والعطور والقبضات مال الشعر كل شيء. هذا الصابون روحه عندهم، صابونهم هذا من المستوردة. من وين هالصابون عندهم؟ وعندهم عطورات بريطانية، صوابين شوفوا هذا اللي تشوفونه كله ميد ان انديا، كله هندي. الاكسسوارات هاللي تشوفونها هاللي يظهر الممثلات والعارضات الهنديات، ترى هذا لابسات، هذا اللي تشوفونه هذا كله لبس مال الهند. وهم عادة الذهب الحمر والالماس، ترى الهنود والصيغ هاللي تشوفونها، الذهب معروف والالماس وكل شيء. اكبر مركز للذهوب في العالم هم الهنود، اكثر ناس يشترون ذهب هم الهنود. وهذا اللي تشوفونهن الدرسات كلها خدمة الهند، فولكهن وفصوصهن ودنياهن. يا الله يا سلام يا سلام، سق الله ايام شبربوش. اي والله ابدا تذكرت كنادير الاول عالم تتعنالهن تجيبهن من لندن شبربوش. اي والله من شبربوش وسوق اللحد، وهذا اسمه خالد. بعد اسمك ما شاء الله عليك يا سمير، كيف حالك خالد؟ خير. خير انت؟ من وين انت؟ والله والنعم والنعم بالسمي، يا مرحبا بالسمي. متوفرة عندنا درسات، في منها قطعتين وفي منها اشياء حق البنات، وفي عندنا بعد عبيت هني، وفي عندنا درسات من قطعة واحدة. وهذا اسم ال هي بلوتشي من اسمه. بلوتشي ما يعني بلوشي؟ لا تقريبا يمكن. هي. هذا بلو بلوم 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 عود، شو عندكم؟ عندنا عطور وبكون ومرشات ومخلطات، كل انواع العطور اللي تبونها سواء ماركات او مخلطات لنا نحن. وعندنا بعد خصومات حلوه لزوار المعرض. فنان الريحه، شوفوا بناتنا ما شاء الله، ليش دخولهن كله فنان؟ لانه هن هذا شغلهن روحهن خلف على هاليتهن، هلهم هالعطر وهالعود وهالدخون، فلذلك عندهم خبرة عن هالمواضيع.
اسم البراند ناديز. ناديز شو عندكم؟ شو المميز عندكم؟ شو في شيء اللي الواحد يعني يقول واو؟ شو؟ عطوري وايد ثابتة ثلاث أيام. ما شاء الله. أرد البنات فلوسها. ما شاء الله. محمد ترى وايد ثابتة وفواحات. ميك أب أرتست. ما شاء الله عليك. ومن أشهر الميكابات هي وخدتها هي وهنا بس أنا مو موجودة. ما شاء الله عليك. هي حبها للبراند سوت البراند مالها. الله يواليك العافية بنتي ويرزقك إن شاء الله. هذا براندها هي روحها. وقلت لكم أنا من قبل بناتنا وشبابنا أي مشروع يسوونه عن عشق عن هواية عن دراسة ما بخذوه فقلوا. الله يسر أمورك يحفظك إن شاء الله. دوزا بوتيك عندهم أنا أشوفه العجب اللي هو الجميل الناعم الجميل ما بناعم عادي ناعم وجميل. عادة الناعم السمبل يكون يعني حتى بلاي بصوص بلاي شياته لكن هذا ناعم وجميل وفنان وأنيق أشياءهم جميل وفنانة. كم قطعة عندهم؟ ما عندهم شيء وايد لكنها أشياءهم حلوة. وهذا اسمه الحي. السلام عليكم. شو براندك؟ عازف للعطور. عطورها مميزة وأنيقة وهذا مدخنها يفوتخ ويروح عوده طالت عمارك مسير يومين. شو المميز عندكم؟ عندنا هالعطرين نور بلوك هي. وهاي شو؟ من كثر الطلب على العطور نزلت العطر مع زيته. شوف انت ما أقول عن شيء عين عليش باردة. وهاي شو؟ هذا العطر الجديد اسمه لبي. لبي قولي لي. نعم. عطر وعطر للشعر. ترى لبي غير عن لا أيو يا أبو يونس. إيش رأيك؟ تعال تروح تدخن سوي شيء روحي دخنوه. ترى فقير يستاهل يستاهل يستاهل. أنا بعد ترى فقير لشراتك. روحني عادة. ما في ماشي حيل إني أبغى. الله والله ماشي حيل. الله أكبر. اسمه بلاك توها روحتني منه. وايد عجبني اسمه بلاك. عند الجميل هاي شو اسمه؟ وايد فنان. ما بلاتك انت يا هالشبر. تعال حبيبي. شو اقول انا؟ وايد فنان. من ابو ظبي ويراني طالت عماركم اسم مشروعهم شمس الغروب للعطور والدخول. هاي راني ابو جايين من العاصمه الحبيبه. شو المميز عندكم؟ عندنا عمرك عندنا الجديد الشيوخي دخون سائل. نعم. عندنا سائل بيفرلي هيلز هي. نفس نسمات بيفرلي هيلز كانت هي 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 هي. محمد. نعم نفس نسمات بيفرلي هيلز. الله هي اكبر. نعم. هناك ضاربه في قزر انت. ايه نعم. ما اقول هي ابوي هالعاصمه ما اقول عنكم شيء. نسايم وين بالله عليك؟ نسايم بيفرلي هيلز. شوف انت. وين كرتكم؟ هذه البنية الفنانة شو اسم مشروعك؟ وايت فلاور. شوف انت وايت فلاور. شو عندكم؟ عندنا ملابس عندنا دخول وعندنا عطور. هذا كله في وايت فلاور. عند عندها الملابس وعندها الدخون وعندها العطور. واسم مشروعك شو؟ وايت فلاور. راويني البربل اول واحد. لا ما شيء يتقدم على البربل. ايوه اشكر فنك. ايه والله واللي عقبه الله ينيلي الله ينيلي الله ينيلي. يا سلام يا سلام يا مسلم يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله ابوي عند منو؟ وايت فلور. بارك الله فيك. شايف الخاطر؟ سامحونا من القصور. الله وانت. وهاي الحرمه منو؟ تريد التصوير؟ خالد يا هاي راعية المشروع. عيني عليك بارد يا راعية المشروع. الله يحفظك يبارك في حياتك. كان اسمه طالت عماركم دار الأنوار. عندهم درسات درسات من كل لون حمر والخضر والبوصي وهذا باليدين الشفتشي والطشتألي كله موجود. عندهم أشياء هني بعد من غير
مديلات وايد ترى يا عيد ما بغلط ان الوحده تاخذ كل هذه كندورتين وثلاث تاخذ كندور واسعارهن زينه الحين وقت عيد يلبسون الصبح لبسه والضحى لبسه والظهر لبسه والعصر لبسه والمغرب لبسه وفي الليل بعد لبسه. هدى الريامي طالت اماكن تبعتنا فيها صدف اليوم جميله. انا مصور اليوم صورت المغرب صوره صلاح يوم قلت لكم الختم اللي على صوره تحرر المهر الحكومه هذه الرسام اللي راسم فينا. كيف حالك؟ كيف انت؟ تشرفت بشوفك يا مرحبا بك صراحه نورت العين. الله يبارك فيك. شكرا على الصور اللي رسمتيهن لنا. تسلم والله تستاهل. سوت صوره لصلاح وصوره لي انا وصوره لبراشد كلها من عندها هي وكلها محطوط عليها مهر تحرر المهر الحكومه. اليوم اقول المغرب مساء مصور انها والله سبحان الله ما شفتها اليوم المغرب لانك اليوم تتابع اليوم عقب صلاه المغرب قبل 10 دقائق كنت بطيب التصوير موجود في الاستوديو. زين شو علق لها ابو راشد صورتين؟ حاطين قدامها شمع وورد الله يحفظك شكرا جزيلا صوره جديده حقتها طال عمرك شكرا الله يسلمك كاتب على براندر حجزت حلوى العيد اطلب اونلاين. هذا ولدنا ولد من اولاده من ينيبي من هالبضبي. يا مرحبا ابو محمد ايش حالك الله يسلمك كيف انت؟ هذه كلها منتجاته عنده الرهش وعنده الحلوه وعنده الوعيان الفنانه وعند البوكسات اللي تجنن. هذا واحد من شبابنا الله يحفظه شاطرين هبدا تحرى داخل عقد ابو مليون. شو عندك؟ عندنا طال عمرك تجهيزات العيد. نعم. اللي حاب انه يقدم بوكسات في اي بي للناس اللي عزين عليه نوفر الخدمه هذه. حتى حلواكم شو هو حلواكم؟ افضل نوعين احنا ست انواع من الحلوى. نعم. خصصنا في العيد طال عمرك اكثر طلب اللي هو السلطانيه والياسيه. نعم. الياسيه نقطه ترد عنها. نعم. شوف انت هذه الياسيه من اسمها ياسيه. انزين وما تطعم البندوق مثل رايك ان شاء الله. شو غيرها؟ السلطانيه هاي المعروفه اللي هي بنجوم. والنعم. محمد لينيبي واحد من شبابنا ما شاء الله عليهم المواطنين اللي اجتهدوا ما يوت الوظيفة ولا العيال ولا الشغل عن هوايته وعشقه عشق الحلوة من صغره لكنه أبدع في الشو ياب أحسن المحلوتي اللي في الدنيا العودة كلها عنده وسوى لهم مصنع في شنتي العاصمة أبوظبي وهذه حلوة. هذه الشيء هذه الياسية. هاي الياسية هذه الياسية طال عمرك طعم العسل السمر بالله عليك. نعم. دوب وعطنا رأيك. حيما بمال دوب مال أكل بعك عطني بيعة. شاء. واش يجيك صغار؟ أنا أبوه. عارف بالمتنتونة بعدين. ما حب يقول متنة أنا أبوه. ها ما تروح ما بمال طعيم. ليش؟ ما فيها زود شكر واحد. محمد ان كميه السكر اللي فيها جدا خفيفه ما حد يقول لك ماشي حلوه بدون سكر هي. يقول لك حلوه بدون سكر يا كذب اساس الحلوه الشكر الابيض هي عقب هي كلها اسود والبني أه. لكن اساسها شكر ابيض لكن طعمها لذيذ لان احنا عوضناه بالعسل طال عمرك بارك الله فيك ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك على قد نيه شو بعد؟ اقرا يا زارعين الرطب ما بات بيعونه شوف انت هب يا زارعين العنب خليناه على التمريات نحن كل انواع التمريات هاي بحشوتنا الخاصه طال عمرك ما شاء الله عليك الله يذ... بس عادي بنت نعمل ثلاثة انا ابوها وقعت روح كلته هذا اللي حطينا هاي الجماعه انا ما اعرفهم لا من باب ولا من سبعه لفتوا انتباهي ببساطه بوثهم بوث بسيط كل بيت من بيوتنا يحتاج الأشياء اللي عندهم شباصات يجننن حق بناتنا منو ما في بيته بنت صغيرونة شيء طبيعي أنا بيتي ما عندي بنت صغيرونة أتمنى أن الله يرزق واحد من عيالي ولما بناتي بنوتات صغيرونات لكن إن شاء الله أن الله يرزق عندهم أبويها شباصات وجميلات يأذن العقل وهي لك هناك بعد شيء تيجان أسير من الطرف هذاك أصورهن قمة الرقة قمة الذوق هذا مشروع بنات شاطرات الله يحفظهن روح مجتهدات شوف الألوان شوف أدق التفاصيل مهتمين فيها الفينيشنج تحرّي أبوكو خدمة شو بقولكم جماعة هايل من هالأردن
وهذا ابوي منتجهن. روح منو اللي خدم الاشياء هاي؟ منو يسويها؟ انا اسويها. ما عليك تطلعين في التصوير؟ آه. كم اللي تشتغلين في هالموضوع؟ احنا 4 سنين. والله يا مرحبا بك يا بنتي، حياك. من سرتي من الاردن لين وصلت الاردن بلادك وهذه بلادك، شرفتونا شرفتونا وفرحنا بشوفكم ويا مرحبا بك، وان شاء الله ان الله بيرزقك. ما حد ابوي في بيت ما في بيتهم 16 بنيه، انتاج البنات عندهم اكثر عن الاولاد العرب، وهذا ان شاء الله كله بيصير. الله يوفقك ان شاء الله ويحفظكم. وين حسابكم؟ اللي يبغى يسوي عليه كابتشر. من الخاطر سويت لهم اعلان. الرياسه، يوم يقول لك الرياسه بتعرف هذا مكانه وهذا عنوانه وهذا نيشانه. شو عندكم؟ عندهم المداخل وعندهم العود وعندهم الدخون وعندهم تغليفات صغيره، عندهم عطورات من قير وهذا. الود بوتيك لشاب اماراتي، عطوره اسبانيه وشاب اماراتي مشارك في هذا الود بوتيك. شو عندكم؟ طبعا احنا عندنا البست تيرا، معروف جدا بالمحل لان الناس حبوه، سوينا منه حق الجزء وشعر. خلطات الملكه ام عبد الله، والملكه وين جايه؟ جايه ابوي من عمان. الملكة يا مرحبا. على أي أساس سموك الملكة؟ والله أنا سميت عمري. كيف عرفتي بعمرك أنك أنت ملكة؟ كل شيء يدل على أني ملكة. ما يبالي رمسة، أنا من شفت الرزة وشفت الرمسة وشفت المعاني وشفت المذهب الفنان عرفت أنك ملكة. بعد ما بملكة عادية، من ملوك الأول الفنانات. يا الله. هي والله تاج عراس، هي من ملكات سبا وما فوق. يا الله الله يحافظك ملكة ما شاء الله عليك يا أم عبد الله. شو عندك يا أم عبد الله؟ بصوت عالي ما تنسى هذه الخلطات. انا ابوتي صاصرين عمرك ما تنسمعي. انت ما تسمعني انت؟ اسمع اسمع. هذا حسب تظهرين في الصوره. يلا هذا ويلا تفضلي. شو عندك؟ عندي ابوي شو؟ عندي اختصر لك بخبر. الملكه هاك غيرانات رمسي خبريني. غيرانات هي زين. شو عندك هذا الحين؟ عندي ابوي هذا البياض. هي الناس اي نعم تحب البياض القوي. عندك كريمات للتبييض؟ عندي كريمات، صوابين، بخاخات، صوابين، سفرات، سكرابات، كلها خلطات الملكة. الملكة خلطات بخبرك ابو محمد. نعم الخلطات هذه انا ما يقول لك ما كل من نير تم في الوادي سيار. ايه انت هذه ابوي شوف عليه متابعيني اسافر فيها بالبلدان لبلدان ما شاء الله. طياره لطياره ومن مكان لمكان ما شاء الله عليك. هنا سير مات. ام عبد الله انت من وين؟ انا من سلطنه عمان. ادري شناس. وين شو اسم فريجك؟ ما بقول. قولي. اقول هي اشكر فنك. اشوف انا اشوف لسان لسان مبهين. الله يحفظك ان شاء الله. مزروعيه ما عيني عليك بارده. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابوي منتجاته ام انزين. وين باري تصيرين وتين فاطمه؟ ها وين باري تصيرين وتين؟ وين ما يبغى فؤادي وين ما يحب انت. انت فاطمه اسمك؟ امنه لو فاطمه. من فاطمه كلها مبروكات. الملكة زين الملكة. وين تسيرين وين تين؟ اسير والله مطيحة بالامارات. شوف انت من عرب لا معرب. معيني عليك باردة. والامارات عاد تحبكم انتم يا هالعمان. احنا نموت في الامارات. وانا عاد ما داني الا لسان الطلق. ها؟ لسان الطلق داني. وهذا اللي ما يرمس وايد استوغد وياه. لو ترمس من وراي من اليوم لين باكر. اشكر فنك. يا رجال الله يا ام عبد الله. محروزه محروزه. وانت ما قد سمعت عني؟ والله عند حد هي وحد لا. لكن اكثر الناس يعرفونك. لا ما شاء الله كل حد يعرف. هي عيني عليك بارد. الله يحفظك يا ام عبد الله. هذا رغم حتى لو باخذ بعد ثياب عندنا ثياب عبي كل شيء درسات كل شيء موجود. هاي شرات الدروع ولا كروالي؟ هذا الدرع هذا ما ملابس. انت اسمع حق تظهري بالتصوير راوينا الدرع هذا. هذه دروع طال عمرك. شوف هذا دروع حق المناطح حق الضراب. شوف انت هذا ابوي اللي يرينها تبين زواجه هي ما يعطيها شيء. هي اشكر فنك ما شاء الله عليك. الله اكبر يا سلام. هي هذا الصلاقي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا عبد الله. هذا ابوي كرتم عبد الله
واللي يبى الزين يجي عندهم عبد الله. الشلقة والبلقة تغدي فنان وجميلة من عقب كريماته، والعوية تعتدل والكرفة تغدي ريلها فنانة والعرية تغدي فنانة وكل وحدة حتى لو الكافر بيسلم. لا إله إلا الله. أقول عن شيء الله أكبر. هاي لا أنت مجهل عين. الكافر بيسلم. ما أقول عيني عليك باردة. أحمد تشرفنا بسوفك. الله يوفقك في هالمعرض الراقي الفنان المميز. ما شاء الله منظور المكان ما تزدادون. الله يبارك فيك. انت فنانه وراقي تركيبكم كل فخم وكل زين. كان الله يوفقك ان شاء الله ويقويك عليه الحماس راح في الدنيا. ما بدنا متفاهمين وياها. الله يسر امورك ان شاء الله. الله يحفظك. كان مكانك يا محمد. الله يسر امورك في دعوتك. ما قصرت. الله يسر. نحن وين؟ أي منطقة هاي؟ تعال شو اسمها؟ المشرف. المشرف. هنا. ونحن ظاهرين من وين؟ من العزة. عزة من؟ عزة. سبران. من سبران. إيه سبران أبو محمد بن سبران. لحقنا عليهم في آخر ساعة الحمد لله رب العالمين. يوم الله راد لنا السعادة. وهذا بيت علي بن حيي. علي بن حيي القبيسي. يرانا لو مدينة زايد بيننا وبمشاهد بيتكم سعيد. بن سالم بن ياعد القبيسي. سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي من شاهدات البيوت باثنيناتهم. وحين اشوف ابهاك الزمان هم هذيلاك وين في اول مشرف وهاي في اخر المشرف. مشاهد ابويه المول هذا مشرف مول. هب المشرف مول له اسم هذا ما اعرف هذا نسيت اسمه. ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. سرنا ظهرنا من العزاء سايرين على من بيت من الميله سايرين جدوين سايرين طالت اعماركم ميله القبيسي بيت عبد الله بن الشيب القبيسي. في الدرب توني عديت عليكم السالفه قلت لكم هذا بيت علي بن حيي الاول التياورين مشاهد بيتهم بيت سعيد بن سالم بن قاعد القبيسي. المهم وانا خاطف ولني القطها شوفوا هذه هالليتات وهالدنيا هالصري هالبيت اللي روحه يرحب من غير هله. يوم اقبلت ولنا ما شاء الله كلهم ياسين. هذا ولد سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي وهذا علي بن حيي هذا عمدة القبيسات حاليا. هي هذا هي لحظه الحين بدنا من الطرف هذا بعد شوي القبيسات كلهم اطيب الناس لا خلينا منك. انزين هذا طالت عماركم قبل شوي يوم اسولف لكم اقول لكم متياورين بيتهم متشاهدات البيوت في مدينه زايد قبل 40 سنه. والحين وفي المشرف طالت عماركم هذا من اول المشرف وهذا من اخرها. هذا ابوه توفى وهذا ابوه توفى. الاول في مدينه زايد هاي العلمين البيوت فيهن ابوه هذا حياه سعيد بن ياعد سعيد بن سالم بن ياعد. هو وابوه ابو علي حياه بن حيي محمد بن حيي. اي وام الله يعطيها طولة العمر يحفظها الهيه. ما ربطت احد يواجهني امسات مطرشت لي فيدي وتواجهني سبتني بالحمام السروق ما ادري ما تعرف اول يوم انت عندك رابع مني ومني غير هذه بعد والله قالك السروق صارت حمامنا الاول ما بدك لا لا زين وحين طالت عماركم اللي على يساري رجل والرجال قليل وكل هالعرب عندهم ناس مميزين لكن عندال على يساري رجال شاعر زمن الجميل والرجل الطيب محمد بن عيد بن الزنيد القبيسي عمدة الزنيدات. شاعر كيف حالك؟ كيف انت لا خليت منك؟ لك محبه وقدر عند الناس كلها. العرب كلها تحبك. والله انا احبهم. لا خلينا منك. وهذا الله يسلمكم مبارك بن يمعه من صلهوم القبيسي. هذا الاول طالت عماركم انا بخبركم سالفته. حياة ابوه تكاسي كلها العرب.
عندهم تكاسي وعندهم تناكر وعندهم الخير كله. المهم اي الدريول مال التكاسي ويعطي حياة ابوه الخرده المكده المكده طالت عماركم 120 المكده مالت يوم كامل. الخمسين يعطونها البتاني ولا والثلاثة والثمانين يتمن عند راعي البيت. حياة يم ابن طالت عماركم يحطن تحت المخدة. وانا رجيل يعني عمري بخبركم 7 سنين 8 سنين ولعب في الشيطان وسرت ما بيدي خف عقلك كتب علي الحرامي. ما المهم انا اخذت الخمسين طالت عماركم ويوم عدى قبل 5 سنين اعترفت لهم. اعترفت لمنو؟ لولده ولد مبارك اعترفت له. قلت ابوي تسامحني ترى سرقت يا اول يوم انا عمري 7 سنين من يدك 50 ربية. قال الاسرة كلها ما بتسامحك ويبون الارباح والاحفاد كلهم يبون ابوي الخمسين هذه كلها. شو قولك الحين انت مسامح ولا؟ انا اقول لك انا والله من جهتي مسامح. جزاك الله. ما بيسامحونك وين ولا تدري مسموح انا عنهم كلهم. جزاك الله. انزين مسموح الحين انا؟ مشموع طاح الحطب طاح كله. هي والله هم من 50 سنة يا رجال. عقب يومين ثلاثة مو بس. هي والله وربك يريد عبد أمسات يوم سرت عالي برقة مغرق وصور المخيم ليل أول نظهر ويا حياة أبوك فيه قبل 5. هي وسعيد بن علي خالك وعوض بن الله يا زينة من وقت. اي والله ما تمل لنا وانت. اي والله كل بتلقطوا زين الدور. ابو سلطان شو تقول لي؟ سلطان محمد هذاك ولد علي. هذاك محمد بن علي ومبارك بن طارش وحمد زعابي حمد والله والنعم حمد. وهذا المطوع مالكم انتم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك شيخ البلد خلف ولد. يا مرحبا ما شاء الله. هذا يوم الله يكتب النصيب. شوف ظاهرين الدرب هذا وخطفنا ولانهم ياسين الجماعه كلهم. قال قباس الله يحفظهم الله يغنيهم ويطول بعمارهم. استانسنا وفرحنا. هذا نحن سايرين مشاي. هي لا تلطمك سياره انت. هي سياره بتلطمك. هي هذا عيالهم الاحفاد هني. خيم حق الاحفاد وهنا خيم حق الكبار. يعني ما شاء الله. وهاي جمعتكم العرب مبسوطين وسعيدين ومستانسين ونحن بعد ما استانسين انا وعبده فرفشين. نعم ليك كديك خفيفه كانت عذري. ما بيدي خفيفه صغيروني ولا لعب قص علي الشيطه. 15 سنه. لا والله 7 سنين. خلاص 7 سنين ما يعتبر حرامي. سامحوني سامحوني. ما سامح وقت يبوهن يبوهن ما سامح. الله اكبر عليك. يا ساحر